مساء الجمال والدلال، معاكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان من قناة فرجني، ونستعرف مع بعض المزيد من لعبة فار كراي 6. وطبعا كنت واخد شوية بريك بعد ما خلصت لعبة فانجارد، اربع ايام كده كنت مشغول بشوية حاجات، بعتذر على التأخير، ونرجع نكمل على طول ونشوف المشن اللي جاية. في مشن زي ما انتم شايفين مكتوبة فوق على الشمال، هي عدو الانسان المفضل، دي انا اخترتها من المنيو، المفروض اروح اعملها دلوقتي. ولكن قبل ما نبدا، لو انتم اول مرة تشوفوا الفيديو بتاعي هتدعمني، ممكن تشترك في القناة تحت وتعمل لايك للفيديو، وتعليقاتكم تعملوش منها يا شباب، وان شاء الله اكون دايما حسن ظنكم واقدم لكم الممتع دايما والجديد. وهيا بقى نستأنف وانا العب. انا عملت شويه تعديلات يا جماعه في الاسلحه بتاعتي، اتمنى انها يعني هجربها دلوقتي معاكم، هنشوف ايه الوضع بتاعها، هيبقى حلو ازاي ولا وحش ازاي، هنشوف مع بعض. دلوقتي احنا هنروح عند الراجل ده، وطبعا ما في حاجه غيرتها في الاسلحه بتاعتي، اللي هي اخترت الطلقات السامه. الطلقات السامه دي ريكومندد كتير قوي من اليوتيوبرز، كانوا بيقولوا انها كويسه. يختي امسكي، اوه في حبل اهو. alright ضرب الطفل في راس بتوجع برضه. ماشي، لحم حيوان متضرر، ازاي بقى اجيب حيوان لحمه من غير ما اضرره؟ انا مش عارف بصراحه، غالبا ممكن اكون بضربه بسهم. اللي يعرف هذه المعلومه يا جماعه ممكن يسيبها في التعليقات عشان احاول اعملها المره الجايه. ما تمسكي، ليه ما فتحتش ال... انت تبعي؟ شكله تبعي. مساء الخير. ان شاء الله وانا راجع. بتزحلق يا عيني. اعطيني مما اعطاك الله. ايوه ده جازولين. ما عندكش حاجة تانية طيب قبل ما اروح لك؟ عدو يتحدث. تيشارون تيشارون، في حد بينده عليا ولا ايه؟ هو بيدي بيقول تيشارون. مساء الخير. اوكي نبدأ المشي. تيشارون تيشارون، so you want to humiliate the army all by yourself? Idiota! You're never satisfied. How dare you? I do everything you want, and this is how you thank me? Cabrón. Hold it. See if I care. Chicharrón. What do you want? والعامل مخالب زيهم وبتاع. تعال نحط ده في الغمد، انا مش محتاجه دلوقتي. انت تيتشارون مزعلك ليه طيب؟ قول لي. You see what I put up with? Chicharron would have been a roast con pollo if it wasn't for me. I took Chicharron under my wing. Trained him to be the greatest cockfighter of Cara. طيب. Okay. Soldados game. Tried to arrest me for smuggling cash to La Moral. Chicharron went on a rampage. When he tasted the blood of soldados, Yara's greatest guerrilla fighter was born. Cockfighting is beneath Chicharron. He has an insatiable thirst to kill those who hurt the innocent. Like an idiota, I tried to control Chicharron's rage. But now Chicharron has run away from me to kill again. He's gone after the military kennel, where soldados are breeding an army of twisted dogs trained to kill guerrillas.
But Chicharrón needs a warrior to protect him from himself. I will never be a warrior like Chicharrón. But you, you are a warrior. Just like Chicharrón. Join him. ¿Ves? Rápido. Chicharrón has run off to fight the dog army alone. ¿Qué back tenny? Chicharrón will think you're a coward if you do not kill by his side. ماشي حاضر حاضر خلاص انا بحب اخش المره الثانيه عشان اسمع التعليق الثاني ماشي نروح نشوف تشيتشارون فين تشيتشارون هنا نذهب في هذا الاتجاه نلم الحاجات دي بسرعه كده عندك ايه تاني اوكي ما عندوش حاجه يلا بينا هنا على القفزه نقطة التفتيش يا جماعة نخلصها في السريع ولا ايه؟ ولا نشوف تشيتشارون السم بيأثر فيه كمان قد ايه بقى؟ راح اشوفه لما يمشي يشوف يشوف صحابه اوبا 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 كري طيب هم لسه شايفيني هنا بروح فين طيب ايوه هات اللي معاك ماشي لو شاف اخدت اللي معاه ولا لا ضربوا الانذار انا سيب موضوع الانذار ده خالص يا جماعة هتجيبوا لي منين بقى ايوه يلا في راسك اهي وانت كمان في حد تاني انت فين هو فين تعال كان بتطفي منين الانذار ده المفروض اخد الكارت من حد على الارض تقريبا ماشي مش على الوقت تعال نحرق دي الاول البينجا انت تو ليت يا حبيبي اوكي يبقى انا لما بحرق اليافطه وبحرق العلم اوتوماتيك المهمة بتخلص حتى لو في لسه ناس ولا بيتهيألي ما خلاص طريت عليا الناس اللي فيها بقوا تبعي خلاص كلهم طيب رفع التصنيف ده شيء كويس في حاجة هنا كانت جوه بقى نفتح الباب ايوه
بندقية. تعال ناخد ده بقى عشان كل ما اجي اغيره ما بيرضاش. اديني الحاجات دي. في حاجة تاني عايز تديها لي؟ شكرا. يلا بينا نروح بقى على المشة الرئيسية ناخد الهامر دي. بس دي عربية شرطة؟ لو مش عربية شرطة ممكن استدارها وش يعني. عربية شرطة، مركبة عسكرية مش شرطة. يلا يلا ماشي ماشي. طب ممكن نسرقها صح؟ عادي. بس دي عربية هامر جامدة جدا يا جماعة بصراحة. نروح نشوف تشيتشوريتو. بص يا حرام على الحيوان. اكودو شافوني؟ انا جاي واقف قدامهم بالعرض يعني لازم يشوفوني طبعا. المفروض اروح اضربه ولا اقتله ولا المفروض اقف جنبه؟ هو بيقول اقف جنبه. تعالى يا معلم. You're more of a strong squawking type, I see. Not a big fan of evil dogs, apparently. Dogs, of course. طب ده ديك قوي يقتل الكلاب، اعمل له ايه دلوقتي؟ عليك فتح الباب للتيشرون، افتح له الباب. يعني افتح له الباب امنه يعني ولا اعمل ايه طيب؟ ولا يعني اضرب الكلاب دي ولا اسيبها عليه؟ افايت معاه. Those dogs are going to tear him to pieces. بسرعة. حلوة حلوة تشترون. اوعى تيجي في الديك، اوعى. مين تاني؟ يا ولاد الكلب. لغاية امتى بقى؟ اضرب. هيجيبوه هيجيبوه. يا ولاد الذين. دي كلاب ايدي دوبرمان دي ولا ايه؟ Ronaldo, those fucked up death dogs are dead. Chicharron survived. He tore them apart. I've never seen anything like it. Once Soldado Blood touched Chicharron's beak, he was never the same. But now I can trust that he has found a companion who will protect him on his quest for justice. Protection? It's fucking terrifying. Paint his name on the water tower. Let all who come know and hear the name. عليك التخريب خزان المية. Do you want us back on the farm? I will come to you. Chicharron's blood loss for justice. خربوا ازاي بقى ده؟ وانا معيش متفجرات انا للاسف. انا لسه انا زي ما ظهرش قدامي اوبشن متفجرات يا جماعه طول الوقت ده. هذا ما سوف نكتشفه الان. سأشوف اذا كان في حاجه اقدر اعملها هنا. نخربه بطريقة ما. هو ده بيبرق ليه كده؟
اكيد لا طبعا يعني. انا كده بقيت على الروف بدون اي هدف. لا 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 عايز انط عايز انط. اطلع اطلع. اوكي ادو شافيني من فوق. مش عايز انا دي مش عايز انا عايز طيب يا دي جت عليها عجيبة ليس في هنا انا كنت بحاول اعمل حبس الانفاس دي بس ما كانتش بتدفع انا بعملها في الاول انا مش عارف ليه بس anyway ده كسر امه ازاي ده بس خلاص هو الظاهر كان في بعض الناس هنا مشوشين على اللعبة يا جماعة ومحتاج ان انا اتخلص منهم وفعلا خلصت منهم نطلع بقى نشوف البتاع دي باي دي اوتوماتيك اصلا هو طالع بالجنب كده تقوم لفه وعدله نفسها وبتاع تعالى كده نعمل ايه بقى مفيش علامه ولا حاجه طب نشيل دي تفاعل اوكي تم اكمال قصة من يارا اوكي عدو الانسان المفضل طب نذهب الى اين بقى الراجل ايش الشيء اللي هناك ده تعال نشوف كيف بسرعة الراجل ده تبعي صح تيشارون اهو روح له تيشارون ده رجله منورة ده ولا ايه بالراحة يا ابني بالراحة على الحاجات اللي حواليك بالراحة كلمه طيب Gracias Danny you are a true warrior and an artista I've never seen Chicharrón this impressed before I tried to fight with Chicharrón once he ripped my arm off to keep me away to protect me but now Chicharrón has someone to protect him which is good because Chicharrón hates the army and will do whatever it takes to make the soldados afraid There is a military building nearby, filled with important documents. Army secrets, enemy locations, lists of people the regime once hanged. Chicharrón is disgusted and wants to tear these documents to shreds. Chicharrón will make them regret not going paperless. Will you fight alongside him once more? Yal, ahora muévete. Nothing will stand between Chicharrón and his prey. Be it living or dead. Chicharrón, lead the way. طيب طيب دعونا نلعب مع من سيتبع ديك الغضب تحديدا انت بعيد جدا تشيشارون المفروض اروح قريب منه صح؟ ما قالوليش والله ده ماشي جور شكل الجيش اوه لوك ات ذا بوبي You're from Esperanza, I can tell. يا ابن الذين بضرب اي نار ايوه خد انت دي
coño! No me callo. بس سريع جدا يا جماعة، ايه السرعة دي؟ I wonder if that place even has records of Castillo's workers. ايه يا ابن لذينة؟ انت هتولع، ابعد ابعد. طيب ايه بس؟ How was my day? Well, I followed a bloodthirsty rooster into combat after he blew up a truck. You too? هو جابه من افهام غير حاجة. لا انا عايز ال هدي هدي لا 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 تعال خد 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 ايوه عبي 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 خد رحت فين يا راح فين راح فين مفيش حاجات تتاخد بسرعة كده بيبعد عني راح فين تشيتشارون راح فين يا ولا هذا جوه هنا طلع فوق غالبا اطلع له منين اطلع له منين ايوه يا ابن الذين انتوا فين بطلعوا فوق تعالى طلعوني ايوه اضرب بقى ايه صراحة المهمة نحاول تاني تعالوا بقى ايوه يا ابني عالج يا ابني عبي ايوه دفعي بقى عدل بقى ايوه 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 وراح فين بالراحة على الكتب طب جنبها ايه؟ فين؟ عبي
نقدر تعمله ده. انتوا فين؟ وعمال يطلع مزاولني وبينزل. خد يا لهوي يا لهوي. تعال جاي اوديكم منين دول يا جماعة؟ تعالوا بسرعة. أيوة تعال أنت هنا. بينكي جارون خد خد. ايوه هنخلص امتى من الجو ده؟ ماشي خد. تعالى انت بتهيألك. تعالى مش كفاية كده ولا ايه؟ مين اللي بيضرب؟ مين اللي بيضرب؟ تعالى جيب بسرعة. ايوه بسرعة. فينكي جارون عمال تلف انت وايه؟ هلا. The files have all been destroyed. Chicharron is fine. كل ده؟ No survivors. It was a bit of a bloodbath, to be honest. Chicharron's favorite type of bath. Don't forget to paint Chicharron's name to mark his victory against the soldados. The higher, the better. I'm heading to you now. أمننا المبنى دلوقتي. حالا بقى ناخد الغنيمة أو الغنائم الجميلة في كل مكان. أنا عمال ألمح شوية دوائر كتير ما كنتش باخدها منهم دي طبعا. ماشي هنا في غرف كتير هنا وبيبان تفتح وبتاع ده ميفتحش. ماشي ده مش بيفتح. ماشي مفيش حاجة هنا من الناحية دي. لا يوجد. عليك التخريب اللافتة على الواجهة. فين بقى؟ فين اللافتة دي؟
دي فوق نطلع لها. ماشي يا عم تيجي اروح. حاضر. دي دي هندمرها ازاي؟ نتفاعل معاها برضو. ماشي. جامدة جدا بصراحة يا جماعة. تم اكمال قصة من قصة سيارة. ده عايز ميشن جديدة ولا ايه؟ العريفة. Warrior, I hope you're ready for Chicharron's grand finale. تعال نشوف الجراند فينالي. اتفرج يا قول لي. What a team you and Chicharron make. I always knew he was destined for greatness. But me and my fear were only holding him back. And now the time has come for Chicharron to spread his wings and fly in the face of his enemy. Soldados are honoring themselves today by showing off a brand new stone monument as a symbol of their strength. But Chicharron will show them the meaning of strength. He will humiliate them. He will destroy the statue with his powerful beak and crush their spirits with his razor-sharp talons. Go with Chicharron. Fulfill your destinies. قبول. يلا بينا. When this battle is won, everyone will see. Everyone will know. Everyone will bow down to Chicharron. انا عجبني حوار Chicharron ده يا جماعه، جامد جدا بصراحه. قصته جامده مؤثره. Alright, Chicharron, it's you and me. Let's do this. So what are we attacking today? Cocorot stands, jaguars, an airplane. دمك سخيف قوي. No, no, no! Not again! Why do you hate my pot so much? All I did was give a discount to the soldados. What do you think of the place? أتبع أفار ما دمره. ماشي. تعال نروح له بسرعة بس قبل ما يتوه. عنده جزمة زي سبايدر مان بتنور. انا بقول جزمة مجازة، انا عارف انها رجله بس. بس انا مسميها جزمة عشان بتنور يعني. مفيش رجل في العالم بتنور كده. What did that mongoose ever do to you? ماشي. في عربية جيش هنا. هو ازاي عمل كده يعني؟ ماشي. ممكن اجرب السنايبر يا جماعة. ده ضعيف قوي، ضعيف قوي السنايبر اللي قدام. خد 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 يا مسلم. ايوه خد. ايوه مش كراكب، انا عايز كبتاع. ايوه هدي بقى. يلا بقى منطقه ما جابتش. يلا مين؟ خد. ايوه موت بقى. تعالى انت
اطلعي ايوه وعالجي بقى ايوه ماشي اثباته طيب نظام بردوسه في التذكاري ده مفروض يعني ايوه هو اللي بيدمره عظيم يلا كسر امه ممتاز يا شيشارون ممتاز والله شيشارون Por supuesto, Chicharrón gets what Chicharrón wants. He sure does. كم أنت عظيم يا شيشارون طيب كده القصة الثالثة من يارا لنفس الشخص اللي هي عدو الإنسان أو الصديق الإنسان اللدود حاجة كده شيشارون صديق أوكي شيشارون بقى صديقي دلوقتي يا جماعة نلم بقى الحاجات اللي كنا عايزين نلمها من الصبح دي أيوة ها مش عايز تقول حاجة ولا نمشي؟ Don't talk to me. You report to Chicharrón now. Where on earth did you find this bird? Chicharrón found me. And now you must find Chicharrón. Quickly. طيب. تربيت. نظبطه كده. تعال يا حبيبي. Fuck. Ow. هو كده بيحاول يلعب معاك يعني تقريبا نجرب تاني شيشارون اوكي طب يا جماعه احنا خلصنا دلوقتي مهمه النصب التذكاري وهديناها مع شيشارون شيشارون كان طبعا اسد مقاومه مش مقدرش اقول عليه ديك مقاومه خالص ده اسد مقاومه قوي جدا وكانت الحاله بتاعته لذيذه ودمها خفيف وطبعا حطينا الشعار بتاعه في كل مكان عرضناه ورابكم استطعتوا مشاهدة شباب كان معاكم احمد بهجت جيمز اند جنتلمان واشوفكم الفيديو اللي جاي في لعبة فار كراي 6 وشروق شمس جديدة بص الشمس يا جماعة بتشرق دلوقتي والجو بعد ما كنا بالليل الدنيا بتطلع والشمس تطلع حاجة جميلة جدا والله في عالم يوبي سوفت بصراحة اللعبة دي يوبي سوفت عاملة عالم بديع بتاع اللعبة بصراحة عالم الكاريبي حاجة روعة واشوفكم اني واي الفيديو الجاي والميشن اللي جاي يا شباب ومع السلامة